اول شيء للامانه ما بغيت ادخل من البارح، بس ما بغيت ادخل لان شفت عقد لاعب فيصل زايد طلع بالديربي، وهذا السؤال حقيقه. اول شيء اكد انا كجمهور جحراوي محبين للنادي ان عقد فيصل فعال حقيقي 100%، وان المحضر شفناه بعيوننا احنا قدامنا، ونأكد كلنا نسرع بالمجلس الماضي ومجلسنا الموجود الحين ان اجراتهم سليمه 100%، واللي يطلع بالمقاطع الفيديو واللي يصرحون من كل مكان حتى من مكان مو تصريح بالمقبره لا يعينا ولا يغني ولا يسمى ولا يغني من جوع. للامانه احنا نأكد ثاني مره عقد فيصل زايد اعاره سنتين ولكل حادث حديث، والمفترض انهم يحترمون جميع الاطراف، يحترمون المواثيق، وان مثل ما قالوا المجالس امانات. طيب ما اتصل واحد من المتصلين الله يهديه ويصلح يقول له شفت طلع المقطع في مقبره مضحي، مقبره ولا غير مقبره؟ انت شخص دق على انسان معين قول انتشر فيديو حق السيد رئيس نادي الكويت خالد الغانم، اذا انت تخاف لا تتصل. بعدين تقول شفت العقد، انت شنو بنادي الجهره؟ رئيس، عضو مجلس اداره، مشرف، انتشر وسائل الاعلام الان. لا لا ابو محمد، بس هو ايه انتشر. انت الحين اخي بشر شاف الحين الحين بقولك شغله، ما حد حاط سيف على رقبتك صح؟ ايه؟ لما تتصل خلك جابل يا اخي العالم. ايه قول العقد لا شغل. قول لا لا لا، يقول والله يسولف من المقبره، عيب عليك، سولف عدل، قول انتشر حق السيد مرزوق الغانم. لا عيب، لا لا عيب، الهمز واللمز مو لنا. ايوه وقال الهمز واللمز مو الهمز واللمز، وصل رساله مثلا. لا رساله، الرساله وصلها صح. بس نروح نجرح بالعربي. لا الرساله وصلها صح،